السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج أنا مبرمج المحترف لتعليم برمجة المحمول وأيباد آيفون. دي الحلقة الرابعة إن شاء الله. هنتعلم إزاي نعمل ميثود من نوع الإنت، وهنتعلم إزاي نعمل إنشلايز لكونستراكتور الكلاس اللي إحنا نعملها إن شاء الله، زي كلاسات اللي هم عاملينها، اللي هي مثلا الأري والحاجات دي كلها، وديكشنري والحاجات دي. اتمنى طبعا ان تعجبكم. طبعا احنا لسه في كورس اوبجكتيف سي، لسه مخلصناش كورس اوبجكتيف سي. بعد ما نخلص كورس اوبجكتيف سي هنخش اكس كود وهنبدا نعمل البرامج مباشره. اتمنى طبعا الحلقه دي تعجبكم. اي اسئله او اي استفسارات ابعتوا لنا، ولو حد عايزين كورسات في برمجه محمود ايزو او اندرويد او سي شارب او اس بي نت او تصميم موقع، انا نفسي اللي بدرسها، ما فيش حد غيري في المراكز التعليميه الخاصه بينا في الهرم ان شاء الله. وعندنا برضو تعليم مع بعد من خلال السكايب، واي حاجه واي اسئله واي استفسارات ابعتوا لنا واحنا تحت امركم. هيا بنا كي نرى هذا الدرس. اهلا بكم من جديد. احنا النهارده طبعا زي ما قلت لكم كده في المقدمه، باذن الله هنبدا نشرح ازاي نعمل ميثود والكونستراكتور في الاكس كود. هنفتح المشروع بتاعنا دلوقتي على الاكس كود، نختار كرييت نيو بروجكت او اس اكس، اختار ابلكيشن كوماند وادوس على نيكست. هنا اختار بولدك نيم ليسن 1 ليسن 4 ليسن 4 وادوس على نيكست وادوس على كرييت. ده عشان خاطر اعمل ايه مشروع جديد. هنعمل ميثود، تمام. الميثود دي هنعملها لازم نعمل كلاس. احنا طبعا اتعلمنا في الفصول السابقه ازاي نعمل كلاسات. الكلاس عارفين طبعا هو مكون من الهيدر والامبلمنت، فايلين يعني، ان فايل هيدر هو انترفيس وفايل تاني امبلمنت. خلينا نروح عند الملف بتاعنا الاساسي اللي هو المين. من هنا بقى هكتب كود الاستدعاء. بس انا عايز اكريت كلاس، تمام. الكلاس ده مكونه من فايلين. عشان كريت الكلاس دي ادوس على علامه الزائد تحت خالص، اقصى او تحت خالص في الشمال، ادوس عليها واختار النيو فايل، واختار الفايل اسمه كوكا دوت كلاس، وادوس على ايه نيكست. الكلاس هنا هسميه مثلا ايه، كلاس 1. انت ممكن تسميه باي اسم عجبك. الافضل طبعا لما تيجي تعمل كلاس مثلا، يعني مثلا لو انت بتشتغل داتا بيز اسميه مثلا دي بي، لو انت مثلا على حسب يعني التاسك، بس احنا عشان بنعمل سيمبل يعني فهسميها كلاس 1. ماشي. السب كلاس منها هو ان اس اوبجكت، من في انواع تانية، من في انواع تانية بعدين بنشرحها قدام شوية. هنختار ان اس اوبجكت، اللانجوج الاوبجكت في سي، وادوس على نيكست، وفي الاخر خالص ادوس على ايه كرييت، بعدين ادوس على بيش. هو كرييت لنا ملفين اهو، ملف الهيدر وملف الام. ملف الهيدر اخره مثلا اسم كلاس بتاعته دوت هيدر، والملف الام اخده اسمه كلاس دوت ام. خلينا نروح عند الهيدر. ادي ما كاتب لك انترفيس كلاس 1 متورث من ان اس اوبجكت اللي هو احنا اخترناه. ماشي. عشان اعمل ميثود ادوس على ماينس، وهنا ايه اقول انت واكتب الماينس بتاعي، تمام. وهنا مثلا ايه اكتب هنا إيه، انا عايز اعمل اثنين برامتر للميثود بتاعتي دي. من زمان في السي شارب والجافا بكتب بعمل الميثود بتاعتي او الفانكشن، بقول الفانكشن دي بنوعها انتجر زي دي، زي انا يعني بعملها كده، بس كنتش بعمل الاقواس. هنا بقيت اعمل اقواس وادي لها اسم، هنا ما ينفعش ادي لها اسم، ليه؟ اللي هي كده هو النظام بتاعهم. هناك بدي لها اثنين، بقول لها مثلا عندك اثنين برامتر من نوع انتجر اكس واي، هنا بس ايه كل واحده اكس مثلا او واي، بدي لها برضه بدي لها نوع برامتر وبدي لها اسم كمان. يعني مثلا الاسم بتاعها دي بتاع البرامتر العيون اسمها ايه؟ فيلد 1. فيلد 1 تمام؟ نقطتين في بعض انتجر. اوكي؟ دي اسمها اكس اهو، يعني البرامتر الاولاني اسمه اكس
ماشي، واسمه فيلد 1 يعني اسمه اكس واسمه فيلد 1. هعمل برامتر تاني هسميه مثلا ايه فيلد، مثلا ايه فيلد 2 نوع انتجر برضو واي، واعمل ايه في الاخر خالص اعمل سيمين كوما، سيمين كوما واحده بس. هناخد الميثود بتاعتي دي كوبي بيست واروح عند الفايل التاني بتاع الكلاس. تمام، المره اللي فاتت الكلاس اللي الميثود عملناه نوع فويد، لان سوري المره اللي فاتت الميثود عملناه نوع فويد، لكن المره دي من نوع رقم صحيح انتجر عشان ترجع لي قيمه. واعمل هنا ايه بيست، الميثود اللي خدتها كوبي من شويه دي اعمل لها هنا ايه بيست كده، اشيل السيلين كوما واعمل وافتح اقواس ليه بس كده. هي دي طريقه لانشاء الكلاس. اكتب هنا ريتيرن كالعاده، ريتيرن مثلا اكس مضروبه في واي، وادوس على السيلين كوما بس كده. الموضوع طبعا ايه سهل جدا وبسيط. على فكره هنا لازم يكون المفروض اعمل العلامتين دولت، لو انا ما عملتهاش هناك في كلاسات تانية لازم اعملها. طبعا دي مهمة جدا، دي النقطتين فوق بعض اهي، انا ما عملتهاش نقطتين فوق بعض، كان ضروري جدا لازم اعملها نقطتين فوق بعض بس كده. اروح عند الكلاس بتاعتي اللي اسمها مين، خليني ندايس عليها كده. هنا عشان استدعي الكلاس لازم اعمل بيها امبورت، تمام زي كنا في الجافا كده بالظبط. هقول هنا هاش امبورت، تمام الهاش دي كانت موجوده في اسمه ايه ده في السي بلس بلس، يعني هم اخدوا من كل لغه جزئيه معينه وعملوا شويه تحديثات فيها. هنا هكتب ايه كلاس 1 دوت اتش واقفل علامه التنصيص، انزل تحت هنا في الكود اللي تحت هنا اشيل الكومنت الاخضر واكتب هنا ايه مثلا كلاس 1 مثلا الاوبجكت اللي اعمله منه اسمه مثلا سي ايكوال قوسين جوه بعض كالعاده. طبعا احنا عارفين عرفنا عارفين ازاي نعمل قوسين من بعض وعرفنا الحوار ده ازاي نستخدم الكلاسات في النهايه. طيب واقفل هنا طبعا هنا اعمل سين وكوما، وهنا طبعا ايه في النص هنا اكتب برضو كلاس 1 واقول لوك واكتب هنا اي ان اي تي اختصار ليه انشلايز عشان استدعي الكلاس دي. هي طبعا الكلاس من نوع رقم صحيح فلازم احطها في متغير من نوع كلاس من نوع رقم صحيح. اقول هنا انت مثلا سم، الانت سم دي على فكره هنا لقينا فيها ايرور صغير، يعني نسينا طبعا لما نيجي اعمل اوبجكت من كلاس لازم يكون قبليها ايه على لازم يكون قبليها نجمه اللي هي اسفل بس كده. اقول انت سم بيساوي اهو، افتح قوسين واكتب هنا السي، تمام واكتب هنا ايه فيلد 1 واكتب فيلد 2 اهي. اول ما حط اول ما اكتب اسم فيلد هما دول، يعني ما جابلكش الاكس واي، جاب لك اسم الفيلد نفسه، اختارها بالمنظر ده كده. هنا مثلا الرقمين اللي عايز اضربهم في بعض او اجمعهم في بعض زي ما عملت الحاسبيه اللي كتبتها هناك، هكتب هنا رقم كام 5 فور اكزامبل. وهنا هكتب اي رقم بقى، يعني انا عايز ايه رقمين اكتبهم في بعض اكتب هنا 5 واكتب هنا 2 او 3 زي انت ما عايز. هكتب هنا مثلا ايه 7، يعني المفروض اضرب السم دي عباره عن ايه 5 في 7. اطلع الرساله ان اس لوج، ما تنساش طبعا تكتب ان اس لوج، ان اس لوج واقول له هنا ات، اقول له توتال از علامه في الميه، وطبعا الرقم النتيجه اللي عندكم صحيح هكتب اي واقفل القوس واعمل علامه واقول هنا سم واكتب الكوست بتاعي بس كده. طبعا ايه الموضوع بسيط جدا، نجرب وادوس على ايه رن
قال لك هنا بيلد سكسو سيت، يعني الحمد لله لما يجي لك لما تشوف الرساله دي بيلد سكسو سيت يعني اعرف ان مفيش مشاكل حصلت. الرساله الثانيه دي طبعا ما لهاش لازمه، المفروض نلغيها بس عادي مش مشكله، لان ايه النتيجه بتاعتنا في الرساله الاولى. قال لك هو التوتال از 35، يعني 5 في 7 في 35. يبقى كده اتعلمنا ازاي نعمل ميثود تمام من نوع رقم صحيح، وقبل كده عرفنا ازاي نعمل ميثود من فويد. دلوقتي حاليا هنبدا نعمل الانشلايز الكونستراكتور زي كنا بنعملها في الاول، بس ليه الكلاس بتاعتنا اللي هنعملها. يعني فاكرين لما كنا في طبعا في الحلقه الاولى لما قلنا نعمل كلاس من نوع كلاس هو من نوع الري، وبقى من انشلايز ويز كذا كذا ويز اوبجكت وبعدين قيمه قيم مع بعض. هو ده الحوار عايزين نتعلمه بالظبط بس في الكلاس بتاعتنا اللي احنا عملناها دي. الحوار ده هعمله ازاي؟ انا مش عايز اعطي اي من اي دي، انا عايزك كان اي كلام وبعدين احط داتا. طيب دول اسمها انشلايز كونستراكتور للكلاس، يعني كونستراكتور هناك كان اسمه كنا بنعملها ايه؟ كونستراكتور فاضي والحاجات دي في السي شارب والجافا. تعالى نحن الكلاس بتاعتنا الاساسيه، انا عايز اضيف بروبرتيز ماشي؟ الميثود ده فيه مثلا سين منين وده مر خلاله بيانات. اقول اد بروبرتيز، اكتب اد بروبرتيز ماشي؟ ان اس سترينج اقول نجمه اسمها نيم ماشي؟ ده بروبرتيز بسيط كده هو عملناه، طبعا مفيش اي اختراعات. هنا هعمل الميثود بس مش الميثود نوع الانت بقى ولا نوع فويد، ميثود نوع الاي دي. دي وظيفتها ان انا نعمل الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه دي اللي هو ايه؟ بنعمل انشلايز للكونستراكتور. ادوس على الاي دي اكتب هنا ايه؟ اي دي. كان بتعمل ميثود عاديه خالص وهسميها مثلا اسم مثلا ايه؟ الاسم اللي هيعجبك، عايز اسميها ايه؟ اي ان اي ويز اوبجكت اوبجكت عادي شغال اندرسكور لاف عادي، عايز اسميها لاف بس الاسم اللي هيعجبك تمام. وبعدين هعمل ايه؟ نقطتين فوق بعض كده وافتح قوس، وافتح قوس ده اقول ان اس اس نوع سترينج الداتا اللي عايز احطها في الكونستراكت بتاعي نوع سترينج، واعمل نجمه واقفل الكوس بتاعي كده كالعاده واقول هنا ايه نيم تمام. خلاص عايز اعمل ميثود بترجع لي البيانات بس من نوع فويد بقى، اعمل كده داش هسميها كده ايه فويد اوكي، هسميها فيو. هل كده في مشاكل؟ هل كده في اعتراض؟ خلاص هاخد الحاجات دي كده كلها كوبي ليست كوبي، اروح عند الكلاس بتاعتي الاساسيه اللي هناك هنا اهي، واقول مثلا ليست اول واحده هدخل افتح لها قوس. طيب حلو قوي، والفيو برضو الفيو هرجع لها قوس افتح لها قوس. انا عايز الفيو دي ترجع لي الداتا بتاعتي، يعني عايز اجي اسال الفيو دي ارجع لي الداتا اللي انا دخلتها من خلال مين؟ اقول لها ان اس لوك، اللي اول حاجه هقولها لكم ان اس لوك ات مثلا اقول لها يور نيم از اهو، وبعدين هنا ايه؟ اعمل سيمن كوما اقول سيلف دوت يعني دوت ايه؟ دوت نيم، شايفينها؟ يا اما عامل اندر سكور 2 بس خليني ايه انا دروس الفكره دي عملنا اندر سكور 2 المره دي عملنا سيلف دوت نيم، يعني هم كام واحده واحده. هعمل علامه الكوما دي وهعمل ايه انبات. طيب هنا حاجه حلوه قوي، انا ريتيرن ريتيرن سيلف، يعني انا ده السيلف بتاعتي. وهنا اقول مثلا سيلف دوت نيم كتابه غلط ايكوال نيم. ايه هو ده بقى السيلف دوت نيم؟ السيلف دوت نيم اللي هي اللي عايز ارجعها بياناتي بتساوي ايه؟ بتساوي نيم اللي هو ده منها اللي هو الكونستراكتور اللي اتحطت مكان الداتا. تعالى بقى نشوف هنا
في اليمين بتاعتي عايزين نلغي الاي ان اي دي، هكتب هنا اي ان اي ويز، اكتب هنا مثلا اي ان اي ويز او اي ان اي ويز اوبجكت اندر سكور لوف، زي الكلاس بتاعت الاري بس بالظبط. هنا عملنا اختها اهي، هون ات مثلا الداتا بتاعتك عايز اكتبها ويلكم او محمد فايز بس كده. حوار طبعا ايه بسيط جدا وممتاز جدا سهل كده. ايه كده الداتا، احط في الداتا اللي الميثود الكونستراكتور عايز اسالي بقى ايه الفيو، اسالي الميثود ايه الفيو سي فيو بس كده. جرب بقى كده، قال لك هنا ايه بيلد سكسيد، قال لك يور نيم از محمد فايد، يعني هو غيرت الداتا دي هغير لك الايميل، اهم حاجه اسالي فيو. يبقى كده احنا انتهينا من هذه الحلقة، واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.